دلوقتي زي ما قلنا من شوية خلصنا احنا الجزء النظري من التجربة، دلوقتي هنعمل الجزء العملي. بس قبل ما نخش في الجزء العملي من التجربة نشرح بس ايه هي الاكويبمنت اللي هنستخدمها في التجربة. فأول حاجة هنستخدم الجهاز الأصفر ده اللي هو بيطلع لي 15 فولت اي سي زي ما هو باين كده في الافوميتر. تاني اكويبمنت هنستخدمها عشان نعمل ريكتيفيكيشن الأربعة دايتس دول، هنستخدم واحد بس لو هنعمل هاف ويف ريكتيفاير، والأربعة هنعمل لهم كونكشن بعد شوية لو هنعمل فول ويف ريكتيفاير. وآخر حاجة نستخدمها اللي هو الجهاز بتاعنا بي ام ام سي اي اللي هناخد عليه القرايات في الثلاثة كيسز، سواء دخلت الاي سي على البي ام سي اي دايركت او عملت هاف ويف ريكتيفيكيشن او عملت فول ويف ريكتيفيكيشن. طيب اول حاجه هنعملها خالص ان احنا هناخد السورس بتاعنا ادي الطرفين بتوعه اللي هو الاصفر والازرق، دخلهم دايركت على البي ام ام سي اي. بما ان انا هقيس 15 فولت اي سي، فلو انتم فاكرين من التجارب اللي فاتت كان في 2 سكيلز للبي ام ام سي اي، اكيد مش هخش على 3 فولت، هخش على السكيل اللي هو 30 فولت زي ما واضح يعني في الفيديو. فمتوقع ان القرايه هتكون زيرو. ليه؟ لان الافرج بتاع الاي سي فولتج او كارنت هيكون بزيرو، فبالتالي التورك اللي هو بيتناسب مع التيار برده هيكون بزيرو عشان الافرج بتاع التيار بزيرو. طيب دلوقتي تاني كيس هنستخدمها ايه هي؟ هنعمل هاف ويف ريكتيفيكيشن. يعني ايه؟ يعني قبل ما اروح من السورس على البي ام ام سي اي همر على ريكتيفاير واحد. الريكتيفاير ده زي ما خدنا في المحاضره وخدنا في السكشن وخدنا في كذا وفي اللاب برضو، ان احنا ايه هنستخدم دايود واحد عشان نعمل هاف ويف ريكتيفيكيشن. ودلوقتي هروح على البي ام سي اي، فايه اللي حصل؟ انا طلعت من السورس، دخلت على الطرف الاولاني من الدايود، الطرف الثاني من الدايود راح على البي ام ام سي اي، والنيجاتيف رجع على النيجاتيف بتاع السورس. دلوقتي هعمل اون للسورس، فزي ما انتم شايفين كده بي ام ام سي اي ار ايه؟ ار تقريبا 6.5 او 6.2 فولتج. المفروض بقى الرقم ده احنا بنعمل كاليبريشن للبي ام ام سي اي ان احنا نضرب الرقم ده في الفورم فاكتور، فبدل ما يديني افريج فولتج يديني ايه؟ ار ام اس فولتج. وخطوه من خطوات التجربه انك تثبت ان الفورم فاكتور في الكيس بتاعه الهاف ويف ريكتيفيكيشن بيساوي 2.22 اللي هي ايه 15 فولت ار ام اس على 6.5 فولت افريج. طيب ثالث واخر كيس خالص احنا هنعملها، هنعمل ايه؟ هنعمل فول ويف ريكتيفيكيشن. بس قبل ما نعمل فول ويف ريكتيفيكيشن هنعمل ان احنا نبني اصلا الفول ويف ريكتيفاير. الفول ويف ريكتيفاير بمنتهى البساطه انا عايز اوصل اربعة ريكتيفاير زي ما انتم شايفين كده ورا بعض، او بمنتهى ببساطة هنعملها كونكشن قدامنا دلوقتي. هتلاحظوا ان احنا هنعمل كونكشن لدي مع دي. يعني عايز اشوف بس ان الدايود ليه بوزيتيف وطرف نيجاتيف، بوزيتيف وطرف نيجاتيف. طيب هتلاقوا مثلا من فوق هنا الطرف نيجاتيف بيتوصل ببوزيتيف، ومن هنا طرف نيجاتيف بيتوصل ببوزيتيف، والطرفين دول بوزيتيف متوصل ببوزيتيف ونيجاتيف متوصل بنيجاتيف. طيب ده اللي انا هعمله في الكونكشن دلوقتي، فهوصل النقطتين دول ببعض اللي هو ايه نيجاتيف ببوزيتيف، واللي عملته من فوق هكرره تاني من تحت. طيب وزي ما قلت من شويه عايزين نوصل نيجاتيف بنيجاتيف، ادي النيجاتيف بنيجاتيف واخيرا بوزيتيف ببوزيتيف. طيب دلوقتي احنا عايزين ندخل ايه سورس على الريكتيفيكيشن ونطلع من الريكتيفيكيشن على البي ام ام سي اي. طيب لو انتوا لاحظتوا ان السورس بيخش فين؟ بيخش على الطرف اللي هو بوزيتيف ونيجاتيف. فانا عندي اول طرف للسورس فين؟ ادي اصفر وادي ازرق. طيب البوزيتيف هيخش فين؟ او البوزيتيف او النيجاتيف يخش على طرفين وهو مختلفين، فانا اخش مره من هنا ومره من هنا. طيب والبي ام ام سي اي هنطلع طرف بتاع النيجاتيف اللي هو من هنا، طرف النيجاتيف ده هيخش على البي ام ام سي اي، والطرف البوزيتيف من الناحيه الثانيه من الريكتيفيكيشن هيخش على البي ام ام سي اي. فدي الطرف الثاني بس، والطرفين دول بمنتهى البساطه كده اطلع على البي ام ام سي اي، ونفس السكيل بتاعنا اللي هو كام؟ 30 فولت. بس دلوقتي انا هعمل ايه؟ شغل السورس، هتلاحظ ان القرايه بقت كام؟ تقريبا 12.5 فولت او 12.4 فولت. الرقم ده لما تضربه في الفورم فاكتور اللي هو 1.11 المفروض يديك كام؟ 15 فولت ار ام اس. طبعا مش هيطلع لك بالظبط 1.11.